السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. حلقتنا اليوم مهمة جدا، فيها أجوبة على كثير من الأسئلة اللي كانت دائما بتدور في أذهاننا في الفترة الأخيرة. ما لاقين لها إجابات، ما لاقين تطمينات، ما لاقين ضمانات للمشاركة، عودة الدوري السوداني، الهلال والمريخ حيلعبوا وين الموسم الجاي. كل التفاصيل إن شاء الله حتكون أجوبتها وبشكل نهائي في هذه الحلقة. قبل ما أبدأ، ما تنسى أنك تعمل لايك للحلقة، ولو ما مشترك في القناة انزل واشترك في القناة عشان يصلك كل جديد يخص كرة القدم السودانية وكمان العالمية. طيب، احنا قبل فترة جماعة كثير جدا مننا كان قلقان، اعتقد كل الرياضيين قلقالين على انه انت ممكن ما تلعب في دوري ابطال افريقيا، وكونه ما تلعب في دوري ابطال افريقيا دي حتنسف لك كل اللي انت بتعمل فيه في اخر 3 أو 4 سنوات، والانهيار اللي موجود حاليا على مستوى كرة القدم في السودان حيزيد. مشاركتك على مستوى بطولة دوري الابطال حيحافظ على الشيء الموجود في امكانك تطور منه او حتى تضيف عليه بشكل متميز. متى ما اتيحت لك انك تلعب دوري مكتمل وتحاول تضيف، وبيئتك الرياضيه في السودان وبيئتك الاقتصاديه ترجع زي ما كانت واحسن، انت يكون عندك حاجه تقدر تبني عليها عشان تمشي خطوه لقدام. كلنا عارفين انه عدم المشاركه على المستوى الافريقي حتى ولو بيكون في سوء نتائج تطلع من دور ال64 او دور المجموعات او حتى تنتقل لانك تلعب في الكونفدراليه، تصنف تلعب في الكونفدراليه، افضل بكثير من انه ما يدوك الحق انك انت تشارك. وعارفين كلنا انه في استثناء قبل كده جاء لعدد من الدول، السودان حياخذ الاستثناء، ودي ما كانت اعتقد انه كان بتسبب قلق كبير، لكن في النهايه ما كنا مرتاحين، عايزين نعرف التطمين النهائي والضمان لمشاركه انديتنا على مستوى بطولة دوري أبطال إفريقيا اللي هو في الموسم القادم. ودي واحدة من أهم النقاط اللي دائما كنا نحن منتظرين الأجوبة عليها. وبشكل رسمي شفنا مبارح في عدد من الصحف المصرية والسودانية تكلمت عن أنه خلاص جاء تعميم لكل الاتحادات أنه حيتم رفع الكشوفات، ومن ضمن الاتحادات الاتحاد السوداني لازم ترفع كشوفات الأندية المشاركة افريقيا في الفترة القادمة. فبالتالي الناس بتتكلم على يوم 15 يونيو، ناس بتقول لك لا ما في كلام زي ده، الكشوفات حتترفع نهاية يوم 30 يونيو. نحن في النهاية طالما جاء خطاب او حتى جاء تطمين من خلال الاتحاد السوداني لكرة القدم ان السودان حيرفع كشوفات اندية بالنسبة للاتحاد الافريقي، دي الحاجة اللي نحن بترضينا او حتى بتطمننا على انه نحافظ على مشاريع انديتنا المريخ والهلال في الفترة القادمة، ونحاول نطور منهم، ونحاول كمان نشتغل على انه ننافس على مستوى البطولات الافريقية في المواسم القادمة طالما خلاص احنا حنشارك. دي الجزئية اللي كانت دائما شاغلة بالنا. فبالتالي بعدك انت ضمنت مشاركة الموسم ده، كيف حتضمن مشاركات المواسم اللي بعد كده؟ واحدة من ابرز الحاجات اللي كانت شاغلة راسنا دائما انه برضو نتكلم الهلال والمريخ حيلعب وين في الموسم اللي جاي، حتلعب وين دوري، لازم تلعب دوري. وعارفين انه الاستثناء ممكن يكون لسنة، اول ما دوريك يجيب سنة ونص اللي هو في قانون الاتحاد الافريقي انت محتاج تستأنف دوري. والدوري خلي بالك انك الدوري ممكن تعمله بطريقتك اللي انت شايفها، يعني انت ممكن تعمل دوري زي ما قلت انا قبل كده 7 8 أندية 10 أندية انت وفي المكان اللي انت بريحك في بلدك. فحتى ولو في مشاكل في بعض الولايات نحن في امكاننا نعمل الدوري في ولايه تكون امنه، تقدر انت من خلالها تعمل دوري، وكده الاتحاد الافريقي ما حيجي يفتش وراك في انك انت المفروض تعمل بطوله زي البريمير ليج. فالجزئيه دي حتكلمنا فيها قبل كده، والامكانيه في انك تعمل دوري اعتقد انها كانت متاحه. عشان كده الناس صح فتشت لانها تلعب في الدوري الموريتاني والدوري التنزاني، واعتقد انه الناس ما لقت الراحه التامه في انك انت حتشارك في تلك البطولات، لانه المغزى من المشاركه في الموسم ده والموسم اللي بعد كده كأندية سودانية هلال مريخ انك انت حتشارك عشان تجهز لعيبتك عشان يكونوا في الرتم التنافسي عشان يلعبوا دوري ابطال. لكن طالما انت البطولات اللي انت حتلعب فيها ما حتأهلك وتخول ليك انك تلعب دوري ابطال، فبالتالي مشاركتك في الدوريات دي ما له اي لازمه، يعني انك انت حتلعب باستثناء في السنه الاولى والثانيه. يعني انت الموسم اللي فات انت اللي اشتركت في دوري الابطال، الدوري بتاعك مكتمل الاتحاد الافريقي اكيد مشاها، السنه دي برضو انت حتلعب اللي هي اللي حتبدا في شهر 8 ده لغايه في نهايه السنه او حتى بدايه السنه الجديده، دي حيكون فيها استثناء تام بالنسبه للسودان من حقه انه يلعب في البطولات الافريقيه. لكن بعد كده انت ما حتشارك الا يكون عندك دوري على مستوى اللي هو منظم الاتحاد السوداني لكره القدم. ودي واحده من ابرز التحديات اللي كانت موجوده، عشان كده نحن شفنا في تاخير كبير جدا جدا في اتمام عمليه الاتفاق مع واحد من الاتحادات الافريقيه في انك انت حتشارك. انت ما عندك مشكله انك تلعب في الدوري، حتى ولو خدتوك في الويت كل اسبوع تلعب مباراه افضل لك من المعسكرات اللي انت بتعمل فيها، اكيد حتلعب في لعب برضه ودي ما تنافسي، لكن برضه انت بتلعب بشكل اسبوعي مع انديه موجوده على مستوى الدوري، وانت على المستوى الافريقي اسم كبير.
فبالتالي طبيعي انك انت تستفيد، بس ده ما بيديك الحق انك انت حتشارك بعد كده لو حسبوا نتائجك على مستوى الدوري سواء كان موريتانيا او التنزاني، ما بيديك الحق انك انت حتشارك في دوري ابطال افريقيا في موسم 25 26 القادم. فالجزئيه دي كانت واحده من ابرز الحاجات اللي اعتقد انها اخرت كثير من اللي هي فكره انه انديتنا تعلن بشكل رسمي مشاركتها في الدوري الموريتاني او الدوري التنزاني، لانك انت عايز تشارك في الموسم اللي بعد كده، انت حتجيب محترفين على اساس، حتجيب لعيبه، حتجيب مدربين على اساس، انت اساسا حتصرف على اساس. فبالتالي الحاجات دي هي مهمه جدا، بترتكز على انك انت حتشارك افريقيا ولا لا. وعشان تشارك افريقيا انت محتاج الاتحاد السوداني يتحرك في ملف اقامه الدوري السوداني، ودي واحده من ابرز اعتقد الاخبار الرياضيه منذ توقف النشاط انه حيكون في دوري سوداني، اللي هو فكره دوري النخبه اللي كان موجود اعتقد في عهد شداد من 8 انديه، حيتم احتساب الانديه الموجوده في المراكز الثمانيه الاولى، وممكن جدا على فكره يكون في نادي ما جاهز حاليا، لانه احنا بنتكلم عن هجره حاليا على مستوى اللعيبه السودانيين موجودين في ليبيا، وما اعتقد انه في لاعب موجود في ليبيا في امكانه لو قاعد موجود هناك في ليبيا وبيلعب في نادي في دوري الدرجه الاولى او حتى الممتازه ومرتاح وبيشارك بشكل اساسي، من الصعب انه يرجع السودان في التوقيت الحالي، لانه حتى الدوري عادي ممكن يستمر شهر شهرين ثلاثه، ممكن يقف لاي قرارات ممكن تكون سيئه الانديه يختل غيره، لكن انت بتلعب في بيئه مستقره حتستمر، حتحاول تاخذ قرار الاستمرار في الدوري الليبي. عشان كده الجزئيه بتاعت انه حيتم اختيار الثمانيه الاوائل انهم يعملوا دوري نخبه في بور السودان او حتى في الولايات الامنه بشكل عام، والملاعب موجوده وممكن يتم تاهيلها في اقل من يعني شهر شهرين، انت ممكن تجهز ملاعبك بشكل متميز جدا جدا. فبالتالي عادي جدا ممكن يخش من ضمن الانديه الثمانيه واحد يكون ما جاهز، لعبته كلهم ما موجودين، مجلس الاداره ما قادر انه يعني يشتغل مع النادي في الفتره الاخيره، يخش نادي من المركز التاسع والعاشر وال15. عادي جدا الحاجه دي احنا بنشوفها بتحصل كثير، لكن في النهايه المشاركه حتقتصر على 8 انديه كدوري نخبه. ده يا جماعه بضمن لك مشاركاتك على المستوى الافريقي، بترفع من خلاله كشوفاتك للاتحاد الافريقي انه انا عندي دوري، اقيمت دوري، والدوري يا جماعه حيكون من شهر 9 لغايه شهر 2 2025. ده اللي بيضمن انك انت في شهر 6 2025 ترفع كشوفاتك بكل ثقه انك انت عملت دوري اهو من 8 انديه، وده بالتاكيد ممكن يكون ده اقل اللي هي اقل التنظيمات اللي انت ممكن تلعب بها على مستوى دوري يقبل على مستوى الاتحاد الافريقي، ودي واحده من ابرز القرارات اللي انا شايفها ان هي حتضمن مشاركه انديتنا السودانيه المريخ والهلال على مستوى بطوله دوري ابطال افريقيا، وفي نفس الوقت على اقل تقدير النشاط حتى ولو ما عاد بكل قوته يعود ان شاء الله بالانديه الثمانيه دي، وبعد ذلك ان شاء الله لقدام انت تقدر ممكن تعمل منافسه كاس السودان، ممكن تعمل منافسات ثانيه صغيره، ممكن حتى تضيف في الموسم اللي بعد الموسم بتاع دوري النخبه ده تضيف ثاني 10 انديه، تضيف ثاني 7 8 انديه للمشاركه بشكل عام، ممكن تعمل مجموعات في اكثر من ولايه، ودي كلها اللي هي انت بتحاول تطور من خلال حاجه انت تبني عليها اللي هي دوري النخبه اللي حيكون ان شاء الله في شهر 9 زي ما انا قلت لكم، وحتكون في فتره بتاعت تسجيلات خاصه بالاتحاد السوداني لكره القدم. اكيد لما انت يكون في دوري اكيد حتكون في نافذه تسجيلات، حتكون من 15 يونيو لغايه 14 اغسطس اللي هي قبل الدوري ب 15 يوم حتنتهي التسجيلات، بعد ذاك انت تشوف. اكيد في لعيبه سودانيين موجودين في كل الولايات حتى الولايات اللي حاليا فيها يعني فيها عدم استقرار، في لعيبه موجودين محتاجين انهم يكونوا موجودين قريبين في الفتره القادمه في الولايات الامنه عشان يحاولوا يشوفوا فرصه اللعب مع الانديه اللي حاليا موجوده، لانه حتى الانديه الثمانيه اللي بتكلم عنها دي المريخ والهلال عندهم لعيبه مشوا ليبيا، فما بالك بالانديه الثانيه، يعني الهلال والمريخ عندهم من القدره الماليه انه يصرف على لعيبتهم يكونوا موجودين حاليا من غير اي نشاط، لكن هم ذاتهم في لعيبه مشوا منهم لانه اللعيبه عايزين يشاركوا، فما بالك بالانديه الثانيه الموجوده اللي هي 6 انديه اللي تحت الهلال والمريخ على مستوى الترتيب، فبالتالي معظم لعيبتهم مشوا لليبيا، فبالتالي حيحتاجوا لعيبه، ودي دعوه لكل اللاعبين الموجودين في كل مكان تجهزوا عشان التسجيلات القادمه تكونوا ظاهرين بشكل متميز، نشوف دوري يقدر يجهز انديتنا بشكل مختلف. بالنسبه لانديتنا اللي حتشارك على مستوى بطوله الكونفدراليه حاليا الاتحاد مؤكد ان احنا عندنا ناديين حيشاركوا على مستوى الكونفدراليه، ودي واحده من ابرز الحاجات اللي حتكون فيها صعوبه كبيره جدا لمشاركه نادي على مستوى الكونفدراليه، لكن لازم انت تشارك، ودي بتتطلب تكاتف الكثيرين اللي موجودين حول الانديه اللي حاليا قدمت لها الدعوه انه 2 منهم يشاركوا، يعني قدمت الدعوه ل4 انديه 2 منهم يشاركوا على مستوى
الكونفدرالية، الأندية اللي قدمت لها الدعوة، حي العرب والسودان، حي دوب النهود، الأهلي، الخرطوم، حي الوادي نيال. هذه الأندية اللي هي الترتيب ما بعد الهلال والمريخ، الهلال كبطل، المريخ كوصيف، وبعد ذلك الأندية الأربعة اللي أنا ذكرتها هذه، حيشاركوا منهم ناديين. فبالتالي هي مبدأ المشاركة معناه أنت تاركوا لي اللي حيكون أجهز، ممكن جدا لو جهز الثالث والرابع يشاركوا على طول من غير جهوزية أو حتى جاهزية الخامس والسادس. ولو فرضنا انه الرابع والخامس او حتى الثالث والرابع ما كانوا جاهزين، ممكن جدا يشاركوا الخامس والسادس على مستوى بطوله الكونفدراليه، لكن من الواضح انه نحن عندنا حي الوادي نياله اساسي في المشاركه على مستوى بطوله الكونفدراليه. خلاص تم تجهيز كل شيء، الفريق اعتقد انه حاليا اكثر فريق في معسكر من اول اسبوعين او ثلاثه اسابيع في الحرب هو موجود في السعوديه وبيشارك بشكل دائم على مستوى التدريبات. اللعيبه بتاعنا موجودين في كل المنتخبات، وحاليا 70% من قوام المنتخب الاولمبي هو فريق حي الوادي نياله، اهتمام كبير جدا من القائمين على مر هذا النادي. وحاليا شفنا المدرب جواو موتا وحيكمل في حي الوادي نياله على مستوى بطولة الكونفدرالية في الفترة القادمة، يعني بدل يكون مدرب مطور على مستوى اتحاد السودان لكرة القدم اللي هي المهمة اللي هو جاء عشانها، لا حيستخدم مع حي الوادي نيالة في بطولة الكونفدرالية، وإن شاء الله ينجح وينفع ويقدم مردود يكون أفضل في الفترة القادمة. دي أخبار حلقة هذا اليوم. نحن تكلمنا عن انطلاقة الدور اللي حيكون في شهر 9 القادم لغاية شهر 2 بمشاركة 8 أندية. مؤكد الأندية اللي موجودة في ترتيب 8 على آخر ترتيب موجود في الدوري السوداني الممتاز. تكلمنا عن الحاجة دي بتضمن أو حتى القرار ده بيضمن، قرار عودة الدوري في السودان بيضمن مشاركة أنديتنا السودانية لموسم 25-26. وعرفنا انه من حيشارك في الابطال، من حيشارك في الكونفدراليه، وفتح نافذه التسجيلات اليوم او بعد شويه. انت لو شفت الحلقه لايف او في اول ساعه او ساعه ونص، انت مفروض تتحول مباشره لانك انت تتابع اخبار مباراه المريخ سيراميكا كليوباترا، المباراه الوديه زي ما تكلمنا قبل كده في الحلقه اللي فاتت، ممكن ترجع ليها. تكلمنا عن تعادل المريخ امام الاسماعيلي، وبعد شويه المريخ حيلعب امام فريق سيراميكا كليوباترا، بالرغم من الفريق امبارح لاعب مباراه على مستوى الدوري، لكن المريخ برضه قدر يقنع مسؤولو هذا الفريق في انه يلعب مباراه وديه، ودي واحده من اهم الحاجات والتفاصيل المهمه جدا اللي بتسهم في انه النادي يتطور. وكمان انت ممكن تلعب حتى مع بدلاء هذا الفريق وتقدر تاخذ الجوانب الايجابيه اللي انت محتاج ليها عشان تقدر تنجح معسكرك بشكل متميز في الفتره الاخيره. وعارفين قوام لعيبه نادي المريخ حاليا في المعسكر موجود ما شاء الله عدد كبير، المباريات زي دي بتصفي كثير جدا جدا من اللاعبين وبتسهم بشكل كبير في اختيار افضل العناصر عشان تضيف عليها من محترفين او حتى عوده اللعيبه الموجودين من الدوريات الثانيه اللي تم اعارتهم من نادي المريخ لانديه ليبيه او حتى انديه تنزانيا. المباراة حتبدأ اعتقد بعد قليل، حيكون دائما في العصر. دي يمكن الرؤية بشكل عام عن اللي هي حلقة هذا اليوم المهمة جدا جدا اللي فيها أجوبة كثير من الأسئلة اللي كانت تشغل بالنا في الفترة الأخيرة. أنا بشكركم دائما، إن شاء الله دائما تأمير الأمين. شكرا لكم.